اهلا بيكم. النهارده هقدم لكم وصفه خطيره جدا كل الاطفال وكل العيله بتحبها، بس قبل ما اقدم الوصفه ديت يا رب تكون وصفه المحشي اللي انا قدمتها في الحلقه اللي فاتت تكون عجبتكم، واكون يا رب نلت رضاكم فيها. والناس اللي طلبت مني المحشي طبعا انا الحمد لله نزلت لهم الحلقات على القناه بتاعتي قناه مولي هوم. النهارده هقدم لكم وصفه خطيره طبعا مناسبه دخول الصيف، كلنا حرانين اليومين دول ومحتاجين حاجه ترطب علينا. فالنهارده هقدم لكم باذن الله وصفه الايس كريم، وصفه رائعه وسهله جدا وهنقدمها لاطفالنا ولكل العيله، ويا رب ان شاء الله تحوز اعجابكم. تعالوا يلا نشوف المقادير بتاعتنا، المقادير سهله جدا وبسيطه. تعالوا يلا نشوف كده المقادير. اول حاجه عندنا اللي هو الويبنج او اللي هو الكريم شانتيه، عندنا لبن مكثف محلى وعندنا لبن، بس هو دي المكونات بتاعتنا. وطبعا مضرب البيض اللي احنا اللي هو المضرب الكهرباء اللي هنشتغل بيه في الوصفة بتاعتنا. الوصفة دي كل الناس طبعا يعني بتبقى عايزة ايس كريم بحاجات سهلة وبسيطة. الاضافات التانية بقى اللي هي الشوكولاتة والالوان والحاجات دي احنا هنعملها من خلال الحلقة بتاعتنا، لكن الاساس اللي هو بتاع الايس كريم انا هوريكي ازاي هتعملي. اول حاجة طبعا احنا عندنا اللي هو الكريم شانتي او اللي هو الويبينج اللي هو ممكن برضو ان احنا نعمله بكريمة الخفق، لكن احنا هنعمله بالكريم شانتي. كريم شانتي دوت بنجيبه من اي سوبر ماركت، بنجيب كيس زي ده، وفي اكياس بتبقى كبيره لو انت عايزه الكميه كبيره شويه، وفي اكياس بتبقى يا دوبك ممكن كميتها مش كبيره قوي، يعني لو انت مثلا عايز تعملي كاسين ثلاثه كده على القد. هنحط كده اهو، بفضي الكريم شانتيه بتاعي كده خلاص، سهله جدا. وبعدين بعمل ايه؟ بقوم جايبه اللبن بتاعي، اي لبن سايب زي ما انت شايفه اللي موجود عندنا في الاسواق بنجيبه، وابتدي احط له بقى ايه؟ احط له كوبايه، ولازم يكون اللبن بتاعي سائع. طب افرضي ان انا ما عنديش لبن، ممكن احط ميه، بس هو طبعا احنا بنعمل ايس كريم لازم نعمله صح. ادي عندي كوباية اهي حطيتها، وممكن احط كمان نص كوباية كده، ولو احتاج تاني هنزود. طيب الخطوة التانية بعد كده هنعمل ايه؟ احنا كريم شانتيه وحطينا اللبن عليه، هنبتدي بقى نضربه بالمضرب اهو زي ما احنا شايفين اهو. وهقولك امتى تبتدي تشيلي او تقفلي المضرب، لان هو بياخد وقت شويه، ممكن ياخد له 5 دقايق يتضرب فيه الكريم شانتيه. ولازم تبتدي لما تيجي تضربيه بالمضرب تبتدي واحده واحده علشان ما ينطورش في كل حته كده، لان هو ده بودره، فاحنا نبتدي معاه واحده واحده. طب افرضي ان انا ما لقيتش الكريم شانتيه دوت عندي في السوبر ماركت، ممكن اجيب اللي هي كريمه الخف اللي هي الويبنج واضربها برضو كده مع لبن، او هي قصدي اضربها هي لوحدها كده لحد ما ما تبقى تقيله، وبعدين بعد كده اضيف عليها الحليب المكثف. اهو شايفين تقل ازاي؟ اهو زي ما احنا شايفين كده. اهو زي ما احنا شايفين. امتى بقى احس ان هو خلاص؟ بص كده هو كده خلاص. اقوم ابتدي اطفي. بص شايفه عامل ايه؟ اهو البوز دوت اللي عامله المضرب ده، يبقى هو كده الكريم شانتيه كده خلاص بقى تقيل جدا وخلاص، وممكن نضيف عليه الاضافات بتاعتنا. بعد ما ضربنا الكريم شانتيه اهوت زي ما احنا شايفين كده، هنبتدي بقى نعمل ايه؟ هنضيف له الحليب المكثف المحلى. والايس كريم مش هينفع من غير الحليب المكثف المحلى، لان هو اللي بيديله السمك وبيديله الطعم. فمعلش طب نعمله ازاي الحليب المكثف المحلى؟ لو ما لقيناهوش في السوبر ماركت بنجيب كوبايه سكر بودره، وبنقوم جايبين كوبايه لبن،
وبنضربهم في الخلاط سكر بودرة وسكر وكوباية لبن بودرة، يبقى كوباية سكر بودرة وكوباية لبن بودرة، وعليهم نص كوباية مية دافية، مش مية لا ساقعة قوي ولا سخنة قوي، دافية، ونضربها في الخلاط، هيطلع لنا الحليب المكثف المحلى ده لو ما لقيناهوش في السوبر ماركت. طيب اعمل ايه بعد كده؟ اهو احنا جبنا الحليب المكثف المحلى بتاعنا اهو، وده الشكل بتاعه. هبتدي اضيفه اهو زي ما احنا شايفين، طبعا مش كله هنضيفه كله، العلبة بتبقى كبيرة، ممكن تعملي بيها حاجات تانية كتير يعني. ونبتدي نقلبه مع الكريم شانتيه اهو، بس كده خلاص، وهبتدي اقلبه، وكده ابقى انا خلاص عملت الايس كريم بتاعي. هو ده كده اه، هو ده كده بس، هو ده الايس كريم. عايزه بقى تضيفي له نكهات، عايزين بقى نضيف له فانيليا، هنحط له كيس فانيليا من اللي هي الفانيليا بتاعتنا. عايزين مثلا نضيف له الوان، هنشوف بقى. طب بعد ما اخلصه هو ده كده، واضيف له بقى النكهات بتاعتي اللي انا عايزاها، هعمل ايه؟ هو الكريم شانتيه وضفنا له اللي هو الحليب المكثف المحلى. لو عايزه بقى اعمل له نكهات، مثلا عايزه ايس كريم بالفانيليا، بجيب الفانيليا بتاعتي اللي هي الاكياس ديت او الفانيليا السائله، واقوم جايه ايه حطها عليه كده اهو، واقوم جايه برضو مقلباها معاهم، خلاص بقى ايس كريم بالفانيليا. عايزه مثلا اعمله بطعم الموز، بجيب من السوبر ماركت اللي هو طعم الموز. عايزه اعمله بطعم اللوز، بجيب من السوبر ماركت طعم اللوز، وهكذا. طب عايزه اعمله بالشوكولاته، هنشوف برضو ازاي نعمله بالشوكولاته. طيب تعالوا بقى ايه، انا بقى بجيب بعد كده الوان اللي هي غذائيه من السوبر ماركت، دي الوان بتبقى سائله كده في ازايز، او ممكن من عند العطار بنجيبها بودره، ونبتدي نعمل بيها الايس كريم الملون اللي احنا بنشوفه في المحلات. طيب مثلا انا عايزه اعمل مثلا ايس كريم احمر ونضيف له مثلا طعم الفراوله، يبقى بجيب مثلا طعم الفراوله او نكهه الفراوله، بشتريها من السوبر ماركت وبشتري معاها اللون الاحمر ده واضيفها للايس كريم بتاعي. عايزه اعمل طعم اللوز، بجيب اللون الاخضر دوت واجيب اللي هو طعم اللوز من السوبر ماركت وابتدي برضو اعمل نفس الورق. طب هنعمل الحاجات دي ازاي؟ اول حاجه هبتدي مثلا انا بقى هحط الايس كريم ده في علب، العلب بتاعت التلاجة، او لو عندي علب صغيرة مثلا من حاجات احنا بنشتريها، مثلا دي علبة حلاوة، انا بجمع العلب دي وبحط فيها مثلا ايه حاجات زي الايس كريم، علبة زي دي مثلا بتاعت مخلل خلاص خلص ومش عايزة ارميها، فاخليها واجمع فيها الحاجة بتاعتي. طيب اقوم جاية بقى مفضية كده، لازم الايس كريم لما نيجي نعمله لازم نغطيه. يعني احنا دلوقتي عملنا، طب افرضي ان انا ما عنديش غطا، ما عنديش مثلا نغطيه بالغطا كده اهو، ونقوم جايين برضو حاطينه كده. اخر حاجة عندنا هنعمل بقى الايس كريم اللي هو بالشوكولاتة كده بقى، ده بقيت الايس كريم بتاعي. عايزه بقى اعمله، هنعمل بقى الايس كريم شوكولاته. الايس كريم شوكولاته ده هنستخدم له الكاكاو. طيب الكاكاو بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى الكاكاو بتاعنا اهو، وهنبتدي نحط منه معلقه او معلقه ونص كده الاول، نشوف بس هو هيعمل. الاصناف اللي احنا عملناهم اللي هو الشوكولاته اللوز والفراوله. الخطوه اللي بعدها، لو انت عندك اللي هي العلب الثلاجه بتعمليها وتحطيها في علب الثلاجه. طب لو ما عنديش العلب بتاعت الثلاجه، بجيب علب عندي فاضيه بس لازم تبقى بلاستيك او اركوبان. ليه؟ لان لو احنا حطينا، ممكن ناس تقول لي طب ما نحط في بطرمانات ازاز او نحط في ازاز، لا، لو حطيتيها الازاز في الفريزر هيفرقع،
وهيبوظ. لكن لازم يا اما صاج، حله صاج عندك، الحلل الصاج الصغيره زي دي، او يا اما اللي انا افضل اللي هو ايه البلاستيك، ان يتحط في الثلاجه احسن، علب اللي هي الثلاجه البلاستيك. ده الخطوه اللي هي بتاعه الايس كريم. طب بعد كده الخطوه الثانيه ايه هي؟ الخطوه اللي بعديها بقى بحط الايس كريم في الفريزر وبحطه لمده 4 ساعات. هحطه في الفريزر وهرجع لك تاني وإلى فاصل. ورجعت لك تاني بعد الفاصل. بعد الفاصل هنعمل حاجة تانية بقى جديدة خالص، هنعمل تورتة الايس كريم. انا طبعا وريتك ازاي الايس كريم بيتعمل، عايزين بقى نعرف التورتة بتاعت الايس كريم ازاي بتعمل. احنا بنجيب صينية زي ديت، بنحط ورق زبدة في قاع الصينية كده، وبنبتدي. لو انا بقى عندي كيكة عاملاها بقالها يومين كده وخلاص الولاد زهقوا منها ومش عايزين بقى ياكلوها، فنبتدي بقى ايه نقطع الكيكه ديت سلايسز كده ونبتدي نرصها اهو. عملنا اول طبقه في اللي هي التورته بتاعت الايس كريم، الطبقه الثانيه هنعملها شوكولاته اهي. عملنا طبقتين، طبقه اللي هي الفانيليا وطبقه الايه الشوكولاته. احنا كده عملنا طبقتين، عملنا طبقه الفانيليا وعملنا طبقه اللي هي الشوكولات. انا عايزه بقى ايه يعني حابه ان احنا نحط كمان طبقه فاكهه. لو احنا عندنا موز ممكن ان احنا نقطع موز كده ونرصه برضو عليها كده، برضو بيدي طعم حلو قوي مع الشوكولاته. بعد ما حطينا طبقة الموز هنحط بقى اخر طبقة اللي هي اللي لونها اخضر اهي ديت، دي اخر بقى طبقة هنحطها. واللي انت عايزاه يعني عايزة تحطي طبقة خضراء حطي، عايزة تحطي طبقة لونها احمر مفيش اي مشكلة، هو كده كده اهو زي ما احنا شايفين هو كله ساح بقى كده. وهنبتدي ندخلها تاني التلاجة، نبتدي ايه بقى هنعمله تاني. شوكليت خلصنا اهي تورت الايس كريم. انا مسيحه بقى شوكولاته كده، ممكن بقى ان احنا ايه بالشوكه نبتدي نعملها كده اهو زي ما احنا شايفين اهو، نديها برده شكل كده حاجات عشوائيه يعني، انا مش بقول لك اعمليها بشكل كده لا اهي تمام. ايه رايك كده؟ هتدي شكل جميل جدا اهو. وهنحطها بقى في الفريزر زي ما احنا شايفين كده، هنحطها في الفريزر قد ايه؟ هنحطها في الفريزر لمدة ربع ساعة او نص ساعة، وبعد كده نطلعها وهرجع لك بعد الفاصل نكون حطيتها في الفريزر ونشوفها مع بعض. وهو ده بقى الشكل النهائي للكيكة بتاعتنا او لتورتة الايس كريم اهو زي ما احنا شايفينها كده، بعد ما سبناها يعني بنسيبها حوالي 6 ساعات كده في الفريزر في التلاجة، وبنبتدي نطلعها عشان ايه تدينا اللي هو الشكل النهائي ده. هنطلعها بقى من الصينية بتاعتها، هي طبعا يستحسن ان هي تكون ليها صينية
تكون اللي هي بتتفتح في الجنب دي، اللي هي بتاعت التشيز كيك اهي اهي كده اهو اهو، بنشيلها كده اهي. وده الشكل النهائي بالنسبة لتورتة الايس كريم اللي احنا عملناها، اللي بنجيبها غالية جدا من المحلات، بسيطة جدا وعملناها بطريقة سهلة وسريعة، وان شاء الله تحوز اعجابكم. كمان ممكن نضيف بقى بسكوت، لو احنا عندنا بسكوت كده ممكن نضيفه برضو. الحاجات دي بتدي برضو طعم حلو قوي للايس كريم، والاطفال بيحبوها اهو. انا كده الحمد لله خلصت حلقة الايس كريم، يا رب تكون الحلقة عجبتكم. والحلقة دي انا بهديها لصديقتي كيرينا مايك اللي طلبتها مني على قناتي، على قناة مولي هوم. تشجيعكم هو دايما اللي هيخلي القناة في تقدم، وعايزة مشاهدات وعايزة لايكات كتير وسبسكرايبر، ويا رب اكون عند حسن ظنكم. وتابعوني دايما على قناتي، قناة مولي هوم، هتلاقوا فيها الوصفات الحلوة الشهية اللذيذة. وإلى اللقاء.